الناس عندها حق، ويعني الموضوع زاد بصراحة قوي، والنادي الإسماعيلي باسمه ما ينفعش أبدا تبقى الأمور توصل لكده. احنا طب هو بنتكلم مش كابتن، معلش مع احترامي، يعني حضرتك طبعا مدير فني كبير جدا، يعني هي الفكرة في ان انا دلوقتي مش عارف اجيب لعيبة كويسة، ولا معيش فلوس اجيب لعيبة كويسة؟ بص بص يا كابتن وليد، بأمانة كده اه النادي الإسماعيلي السنة دي بالتحديد فيه كام لعيب كويس، تمام جابوا كام لعيب كويس، لكن اللي أنت برضو كنت لعيب كبير، وأنا عارف إن أنت برضو من الناس ما شاء الله بتفهم وبتحلل يا كابتن. إحنا بنقول فرق كورة، يعني فرق كورة لازم بتتكلم في تكامل في لعيبة بتغطي كل المراكز، لعيبه بدلة بمستوى متميز عشان تقدر تعمل نتائج كويسه. النادي الاسماعيلي عنده بعض الاماكن، انا اسف يا كابتن وليد، عريانه صعبه جدا طب جدا. زي ايه يا كابتن؟ زي ايه؟ يعني انت لما تتكلم يا كابتن، يعني اما تيجي تتكلم على الديفنس، يعني اه الديفنس النهارده بتتكلم عمار ده ابني وانا مربيه وخدته معايا قد ايه، هو لعيب كويس جدا، وبرضه نفس الحكايه بيومي، لعيبه كويسه، بس النادي الاسماعيلي دلوقتي عايز لعيبه عندها خبرات بتتكلم بص الاهلي الزمالك بلاش دول، بص الانديه الثانيه هتلاقي يعني في اماكن لا فيها لعيب واثنين وثلاثه متميزين وفي منافسه بينهم، لكن انا بقول هم لعيبه كويسه جدا، لكن في اماكن عايزه خبرات. النهارده انت اتغلبت ازاي يا كابتن؟ ما تتفرج على الماتش، اه وماتش طبعا المقاصة مغلوب 3-1 برضه ازاي؟ الناس لو حللت هتلاقي كلام صغير خالص واخطاء بسيطة خالص خالص. انت النادي الاسماعيلي دلوقتي بالمشاكل الكبيرة اللي عنده محتاج خبرات، محتاج لعيبة خبرات، طب يا كابتن، لعيبة ما صغيرة. هي الخبرات دي محتاجة فلوس، يعني أنا عشان أجيب لعيب خبرة من مثلا من أهلي أو زمالك أو أي أندية تانية، فلازم أديله رقم عشان يجي نادي الإسماعيلي، صح طب كده؟ ما لازم تعمل كده يا كابتن. ايوه ما لازم تعمل كده. طب هو ما في هو فلوس يا الاسماعيلي كابتن؟ يا كابتن وليد، مش الاسماعيلي يا كابتن، انت اي نادي عايز يبقى متواجد النهارده، ومش متواجد بس، متواجد وليه شكل والناس ليه هيبه، لازم يبقى معلش متميز. هيتميز بايه؟ هيتميز انه يجيب لعيبه كويسه. اللعيبه الكويسه دي بتيجي ازاي؟ ما بتيجي بفلوس يا كابتن. ما هو طبيعي، ما انت النهارده لو انت على قدك خلاص هتبقى على قدك، هتنك تنافس على هبوط وهيبقى عندك مشاكل، يعني هو لكن انت كابتن لازم دلوقتي تعمل انتدابات بفلوس اكيد. صحيح. طب هي الفكرة دلوقتي يا كابتن أشرف اللي هي في المدير الفني الأجنبي، طب احنا مشيناه، يعني احنا مشيناه وجبنا كابتن أبو طالب طبعا، وكل أبناء الإسماعيلي طبعا مدربين على مستوى عالي جدا، وحضرتك منهم طبعا. الفكرة بقى، الفكرة في المدرب. تخصص علاج الألم أوجد حل لحالات كتيرة جدا بدون جراحة. مفصل الركبة ده بيتكون من التقاء عظمتين، الجزء الأملس دوت لما بيحصل فيه إصابات تبتدي العين يعاني من آلام الخشونة، بنقدر نتداخل فيها بتداخلات بسيطة. أنا ممكن أستخدم الحقن دوت بتركيز للمواد العلاجية في مكان المشكلة، فبالتالي أخد نتيجة علاجية أفضل بكتير جدا. مدرب في المدير الفني ولا في خامة اللعيبة؟ رقم واحد في اختيار الإدارة الفنية المدرب. رقم واحد يا كابتن وليد، انت برضو ما شاء الله اتعاملت مع مدربين كتير. المدرب صحيح. القوي، المدرب اللي عنده عقلية مختلفة بيقدر يعمل فريق، وبيقدر يبقى عنده شخصية واللعيبة بتحس بيه، واللعيبة بتسمع كلامه، واللعيبة بتطمن له، واللعيبة بتتطور معاه. فبالتالي لا، المدرب هو اللي بيعمل كل حاجه، المدرب بيجيب اللعيبه، هو اللي بيختار، ما بيسمعش حد يتدخل في شغله، بيجهز اللعيبه، بيطور اللعيبه. الكلام ده للاسف مش موجود في الاسماعيلي يا كابتن وليد. طب الحل ايه يا كابتن؟ يعني حضرتك قول لي الحل دلوقتي، النادي الاسماعيلي اللي هو يرجع زي زمان. يعني انا حتى كنت بقول في الكواليس، بقول ان كان زمان اللي بيمشي من الزمالك او الاهلي بيروح على الاسماعيلي على طول، عشان الاسماعيلي قريب من البطوله والكلام ده كله وبينافس. دلوقتي ما فيش حاجه خالص. احنا كنا بنقول دايما
اللي بينافس الاهلي والزمالك على البطولات يا كابتن وليد النادي الاسماعيلي. انت بتتكلم دلوقتي ده انت بتنافس بمشاكل، بتنافس ان انت تبقى موجود في الدوري ولا لا. صحيح. السنه اللي فاتت انت قعدت بعجوبه، لا احنا بنقول دلوقتي الطبيعي ان النادي الاسماعيلي بقى له فتره كبيره الناس بس تحلل وتحلل صح عشان ايه يبقى يعني بما يرضي الله كده. النادي الاسماعيلي بقى له فتره كبيره مش صغيره، والاخطاء هي احنا لازم يجي مدرب هو اللي يختار اللعيبه، بس مدرب ما انا مش عايز اقول ولاد النادي يا كابتن يعني هو كابتن معلش نقف هنا كابتن اشرف، يعني اللي يختار اللعيبه معنى كده ان مفيش مدربين بييجوا بيختاروا اللعيبه، مجلس يعني الاداره هو اللي بيجيب اللعيبه؟ اقول لك بامانه يا كابتن وليد، ساعات بييجوا المدربين في تايمنج مش مظبوط، وساعات برضو المدربين بتبقى مش على مستوى. عشان كده انا عايز اقول لك ايه، عايز اقول لك ولا عايز اقول ولاد النادي ولا اللي بره النادي يا كابتن، انا عايز اقول لعيب كويس او مدرب كويس، انا عايز اقول مدرب كويس اذا كان من ولاد النادي ولا من بره يبقى مدرب متمكن، مدرب كويس عنده نتائج وعنده خبرات وعنده تاريخ وعنده كده ومعروفه شخصيته ان هي تتناسب مع الوضع اللي موجود دلوقتي في النادي الاسماعيلي. ما نقولش اصل لا يا عم من ولاد النادي، لا ولا ولاد النادي ولا بره ولاد النادي، نجيب مدرب كويس ايا كان بقى مصري اجنبي من ولاد النادي من بره ولاد النادي. بس احنا كده كابتن اشرف احنا جربنا كل حاجه، يعني جربنا مدير فني اجنبي وجربنا ولاد النادي برضو النتائج مش كويسه، يعني يبقى يعني اكيد بقى العيب في اللعيبه او في خامه او قماشه اللعيبه، يعني هو ده العيب بقى. متهيألي كابتن وليد انا هقول لك على طول فضل. مع كل الاحترام يعني اولاد النادي يعني ابو طالب النهارده طبعا شايل الليل، لكن اولاد النادي في فترات كتيره عملوا احسن حاجه يا كابتن وليد. احنا مسكنا نادي الاسماعيلي دور كامل، ما معلش انا اتغلبت ماتشين وعامل احسن نتيجه في الدوري وما كانش معايا لعيبه، لا وفي العجوز مسك وعمل ومحمود جابر مسك وعمل مع احترام الكباتن كبار، وهبه اشتغل، ابو طالب نفسه في المره اللي فاتت اشتغل كويس جدا جدا، الكابتن عماد سليمان الكابتن خالد القماش، لا يعني 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 بالتحليل وبالنتائج لا النتائج كانت كويسه جدا، لكن انا بتكلم على دلوقتي توقيتات صعبه ووضع صعب والنادي محتاج هدوء شويه ويبقى في تحليل زي ما انا بقول كده، ويبقى في اختيار بس اختيار سليم، اختيار في توقيت مناسب. مش انا النهارده زي ما بكلم هو مستر ريكاردو مع كل الاحترام هو ده اللي حصل السنه اللي فاتت، الفرقه معلش يا كابتن وليد النهارده عملت اعداد كان في مشاكل كتيره، احنا ما بنحبش نتكلم على بعض بس انا بقول لك والله العظيم كان متوقع الكلام ده، لان اساس التدريب التطوير انت لسه بسمعك وانت بتتكلم وبتتكلم على مدربين وناس بتتكلم على مدربين انه لعب مش عارف ثلاثه ولعب مش عارف ايه وناس بتعمل نتائج وناس مطوره في الاسم، لكن الاسماعيلي كان باين ان هو رايح لحته مش عارف. يعني حضرتك برضو يا كابتن اشرف شايف ان في برضو بعض اللعيبه اللي هي لا تصلح في نادي الاسماعيلي؟ لا هو دي ما انا وغيري وده الكلام اللي يرضي ربنا، في لعيبه مش بتاعت نادي الاسماعيلي دلوقتي خالص، الاسماعيلي فرقه كبيره. كابتن وليد انت لعبت الاسماعيلي طول عمره فريق كبير طبعا طبعا مش اي شخصيه تقدر تلعب في الاسماعيلي.